الأخ جهاد بن عبد الله الفن العريمي ممثل ولاية صور. لا موجود بدل يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا سعادة الرئيس ومرحبا بمعالي الأستاذ الدكتور وزير العمل وأصحاب السعادة. أتحدث اليوم وأتشارك في هذه المداخلة مع سعادة يعقوب الحارثي نائب الرئيس عضو ممثل ولاية القابل. بداية معالي، كل ما سمعته اليوم من الأخوة الأعضاء هو نقل لواقع معاش يعانوه بشكل يومي مع المواطنين. المطالبات من الأخوة الباحثين عن عمل والأخوة المسرحين وأسر الباحثين عن عمل، منهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة للدراسة في دول أجنبية في الخارج وهنا في سلطنة عمان، صرفت عليهم أسرهم بأي شكل من الأشكال، يسعون لإيجاد حلول لهذه الإشكالية التي نقع جميعا فيها ونتحمل جميعا مسؤوليتها. وأتحدث هنا عما تكرر من أغلب الأعضاء، والحديث عن عامل السن والانتظار الطويل، أبناء المناطق التي لا توجد فيها مشاريع تنموية تحقق فرص عمل، كذلك الأسر التي يوجد بها عدد كبير من الباحثين عن عمل. أظن تكرار مثل هذه المواضيع يسترعي أن تكون هناك مصفوفة تراعي فيها الأولويات في هذه الجوانب: العمر، مدة انتظار الباحث عن عمل لفرصة العمل، ابن أي منطقة أو محافظة هو له أولوية، عدد أفراد الأسرة الباحثين عن عمل، مستوى دخلهم. لأن اليوم عمان نتحدث معاليك عن الانتقال بالأسرة العمانية من مستوى الرعاية إلى مستوى التمكين، ومستوى التمكين يستدعي أن تتضافر الجهود لأن نخلق لهذه الأسر فرص ملائمة لكسب الرزق. معاليك، وعندما نتحدث عن المواءمة والتكامل، نجد اليوم هنا في مجلس الشورى يصلنا قانون العمل ويتبعه بفترة وجيزة قانون منظومة الحماية الاجتماعية، وفي هذان القانونان تباين في جانب معين فيما يخص الإجازات. قانون العمل أورد مدد معينة ومساحات محددة، فيما أن منظومة الحماية الاجتماعية أوردت مدد مغايرة ومختلفة. فهذا يعطي للأسف إشارة غير إيجابية بأن هناك عمل وتوائم، خصوصا بأن مشروعي القانونين جاء من الحكومة، ولا شك بأن وزارة العمل جزء أصيل في هذان المشروعين. تقرير منظمة العمل الدولية للحماية معاليك مؤشر مهم جدا لجذب الاستثمار. أتمنى أن تكونوا اطلعتوا على التقارير المؤخرة ومستوى ومؤشرات السلطنة فيها التي كانت نوعا ما متدنية بالمقارنة مع الحزم التي تقع السلطنة فيها. أتمنى أن تعاد قراءة هذه التقارير وأن تدلى البيانات المناسبة لكي نحقق يعني مؤشر جيد، خصوصا بأن هذا واحد من أهم المؤشرات التي تجذب الاستثمار. وبالحديث عن جذب الاستثمار وتوسعة السوق، معاليك أنت قلت بأننا مررنا بظروف استثنائية والجميع مر بها، فعلا نعم، ولكن خلال السنوات الماضية، السنتان الماضيتان على الأقل، ونحن نعيش في هذه المنطقة ونرى بأن هناك تسارع في جذب الاستثمار من الجميع. أنا لا أقول بأن هذه مسؤوليتك، لكن أنت من يجب أن تضغط على الجميع لأن يقدموا كل ما يمكن لجذب الاستثمار، لأن الوسيلة الوحيدة لإيجاد فرص عمل حقيقية للباحثين عن عمل من خلال جهتين: إما جذب الاستثمار أو القيمة المحلية المضافة. وأنتم تحدثتم في البيان عن القيمة المحلية المضافة. إذا ما اشتغلنا على خلق فرص عمل بتوطين الصناعات التي نحتاج لها محليا وبالتنسيق مع سلاسل الاحتياج اللي موجودة في السوق المحلي عن طريق جهاز الاستثمار ومؤسسة أو هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، سنستطيع أن نخلق فرص عمل جيدة جدا. معاليك، أريد أن أتحدث عن برنامج إيجادة. حقيقة هذا البرنامج يعني جيد ونحن بحاجة له، لكن هناك إشكالية. تحدثتم في البيان عن الكم ولم تتحدثوا عن الكيف. تخيل معاليك، وأضرب لك مثال لتصل الفكرة، أن أحد المحاضرين يدخل في هذا البرنامج أن مؤشرات أداء أن يخلق 5 فرص تدريب متميزة للطلبة الذين يدرسون معه، وأن يقدم تقارير استثنائية في مجلات محكمة، ومحاضر آخر يعمل في نفس الجهاز ونفس النطاق يقدم مؤشرات أداء، تقديم محاضرة لمدة ساعتين بشكل يومي، أن أحضر إلى الدوام من الساعة 7:30 صباحا.
يقيم هذان الشخصان بنفس التقييم معالي. هذا أمر يعني ينافي العدل والإنصاف بتاتا. أتمنى أن شكرا سعادتك. أقصد المقترحات ممتازة، عموما المصفوفة فكرة جيدة، رغم أننا نحن أيضا نشتغل على مبادرات في هذا الصدد، ما كل شيء أيضا نشتغل عليه نعنه، لكن جزء من مبادرات أيضا تستهدف الأسر الضمان والأسر اللي ما فيها ولا باحث، أيضا الأسر اللي فيها أشخاص كبار أو متقدمين السن نسبيا. نحن أيضا ما نريد نقول أنهم كبار يعني، لكن في مرحلة سنية متقدمة شوية على غيرهم، وهذه كلها مبادرة نشتغل عليها. لكن فكرة المصفوفة أيضا فكرة من الجيد أن ندرسها ونضعها في الحسبان. بالنسبة للمواءمة، قانون العمل هذا سبق بمراحل كبيرة منظومة الحماية الاجتماعية. التباين الموجود فقط في جزئية الإجازات، جزء منها قلص في قانون العمل وجزء منها حذف، لكن رجعت هناك في منظومة الحماية، وعاد هنا إن شاء الله بيكون في تكامل لتنسيق هذا في ما دام موجودات لازال الكل في المجلس. بالعكس هذا شيء نرحب فيه لتوحيد القانونين. مؤشرات قانون العمل منظومة العمل الدولية، لهذا السبب نحن نقول نحن لا بد أن نلتزم بالمعايير الدولية حتى نرفع تصنيفنا. الجزء اللي يتكلموا عنه الأخوة من يعني الضغط على العمال وعدم السماح لهم بالانتقال لإمساك بعض الوثائق ماله، هذه كلها ممارسات أيضا تؤثر على تصنيفنا الدولي، ونحن نحاول بل نضغط أن ما نأثر على هذه الجزئية ونتوافق مع المعايير الدولية بحيث أن نقدر نستجلب استثمارات المستثمرين الجادين والكبار. دائما يبحثوا عن الدول ذات المؤشرات الأفضل لأنها تساعدهم في كثير من الأشياء، وبالتالي هذا أيضا أمر آخر. أيضا مبادرات وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل في ما يختص بجلب الاستثمار أو تعزيز التوطين في سلاسل التوريد، سلاسل الإمداد ودراسة القطاعات، هذا أمر نشتغل عليه يدا بيد معاهم، ونحاول نجد مواطن الخلل وين النقص اللي هناك من زاوية التوظيف، وأيضا الدفع بالأمور الأخرى اللي تساعد في استكمال هذه السلاسل وأخذها لحقها الحقيقي، بحيث أنها فعلا ترتفع أعداد التوظيف، أو على الأقل نعرف إيش المطلوب منا حتى نهيئ له الفرصة الحقيقية من التمكين. بالنسبة للإجادة، إجادة تراها ثقافة جديدة، والتغيير الجديد دائما يقابل بالمقاومة. مقاومة التغيير تأتي بصور مختلفة، واحدها الجهل، ثانيا عدم الجدية، ثالثا عدم الانصياع للأمر نفسه بحكم أنه ما يريد، يعني يصير إشكالية أكبر. نحن نحاول أن نبني هذه الثقافة من الموظف الأولي إلى المسؤول المباشر، المسؤول الأعلى، وهكذا إلى أن نصل إلى رأس أو رئيس الوحدة في كل من الوحدات الحكومية. وهذا الأمر والثقافة بتأخذ بعض الوقت، يعني الرئيس القسم أو مدير الدائرة لهؤلاء الشخصين يفترض ما يقبل التقييمين، لازم يحاول يشوف فعلا أهداف حقيقية تسهم في خدمة أعمال المؤسسة، من خطة مؤسسية، من بيئة عمل، وأيضا من جانب عملي وعلمي لهذاك الشخص. فهنا تقع المسؤولية على الأشخاص والمسؤولين، بحيث أنه يتم عملية التكرار في إعادة وضع الأهداف ودراستها ومراجعتها وتقييمها، لأن لاحقا سيقع في مطب كبير عندما يطلب منه من هو الأفضل حتى يكافأ، بيقول من هذاك اللي أعطي أهداف بسيطة ولا اللي فعلا حط أهداف حقيقية، فبيبدأ هو يتحمل المسؤولية ويبدأ يعاقب أو يخسر هو نفسه مكافآته، وممكن حتى يخسر ترقيته. هذا سبب الاهتمام بهذه المنظومة والتركيز عليها وتطويرها. أي منظومة جديدة في البداية تحتاج وقت، دورة دورتين ثلاثة وتوصل إلى أعلى مستوياتها، لكن يجب أن لا نتخاذل في تطبيقها، وأن لا نتراجع في الإجادة في العمل، وأن نرفع من بيئة العمل والإنتاجية فيه. هذا جزء بنستمر فيه وبنحارب لأجله. شكرا سعادة. تظل مذكرة في تعقيب عنده. تفضل.
معاليك، نحن نؤكد على أهمية إجادة، ونتمنى من خلال ما طرحته أن توضع هناك أطر ونظم للعمل، عمل المسؤولين على المتابعة. معاليك، سأجبت بما يفي حق الأسئلة، ولكن لدي نقطة مهمة جدا في مسألة التثقيف والتأهيل في مجال العمل الحر، وهذه جاءت بتوجيهات من لدن مقام سلطان البلاد المفدى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبق. والحقيقة أنتم قدمتم مجموعة من المحفزات للعمل الحر، ولكن هنا نتحدث عن تثقيف وتأهيل. ماذا قدمت الوزارة في هذا القطاع وفي هذا الجانب من حيث التثقيف وتأهيل شبابنا، خصوصا إذا ما علمنا بأن العمل الحر هو قطاع واعد وجيد مستقبلا، ولكن الشباب غير مقبلين على هذا القطاع، لا يجدوا المسارات الواضحة لهم، الأمر غير واضح بالنسبة لهم، هم أحيانا غير مؤهلين لأن تقبلهم مؤسسات سواء حكومية أو قطاع خاص، هذه المؤسسات تبحث عن الجودة، بالتالي هم يجب أن يصلوا إلى مستوى جودة جيد، وهذا يعني يقبع في جانب التأهيل. شكرا معاليك. نقطة التفتيش معاليك، بس أؤكد أنا أتمنى أن تكثفوا هذا الجانب بشكل كبير، التفتيش في يعني خصوصا بالتعاون بالشراكة بينكم وبين وزارة التجارة والصناعة فيما يخص التجارة المستترة، فكثير من العمالة السائبة هم تجار مستترين في الواقع. هو سعيد يحب بس عايز انه نقول ما ان سعاده السيد ايضا اعطاني التذكير حاولت اتخطاها، لكن فعلا في العمل على دليل استرشادي لمنظومه التجاره، ونحن ايضا كوزاره نتابع هذا الامر. ايضا العمل الحر حاليا فيه اعداد من الاشخاص داخلين فيه حوالي 1000 شخص مبادرين فيه، وفي دعم لهم. في ايضا بالنسبه للتفتيش، هذا ايضا مسار كامل في قطاع العمل ونركز فيه بحيث ان نستخدمه من استخدام الامثل في تطبيق قانون العمل والارتقاء ببيئه العمل والتثقيف فيه. طبعا في دورات كثيره، ترى كثير من اعمال الرعايه العماليه حول نعم حتى العمل الحر نشتغل عليه طبعا. شكرا معاليك.